وقعت تفاصيل بيت اشترت بلوزه منهم ومن الدكان وما عجبتش بتها راح تردي، قال لها مش واخد وش فيها، قلت لي قلت لها عشان بلوزه في شارع مين؟ ثمنها كام البلوزه؟ ب 300 جنيه ب 300 جنيه ليه؟ يقدم بالتل ليه؟ حرام حرام حرام، ما فيش عدل ما فيش عدل ما فيش حكومه ما فيش حد ياخد حق بنتي. انا عايزه هي نعدم زي ما بنتي نعدم زي ما قاعده بيهم، انا لا حول ولا قوه عند 65 سنه لا عارفه حد ولا لد بيهم، منهم لله منهم لله الظلمه المفتريين، منهم لله الظلمه المفتريين. قتلها بالترسيك، دخل عليها ونزل يجيب سكينه كمان من دكان الجزاره اللي في ريح، يعني ما كفاوش التروسيك اللي قتلي راح نزل يجيب سكينه من قلب المحل. كلمينا عن فايزه يا حاجه، مين هي فايزه؟ عندها فايزه بنتي عندها 42 سنه 43 سنه، متجوزه متجوزه ومعاها بنتين، بنت عندها 15 سنه وبنت عندها 6 سنين. يتموها اللي منهم لله منهم لله. 300 جنيه 300 جنيه في شارع مين؟ اشترت البلوزه وراحت ترجعها ما رضاش ياخدها. هي راحت ترجع البلوزه ليه؟ ما عجبتش بنتها دي اللي واقفه دي، قالت لها واسعه عليا ومش عايزه دي، مش عجباني يا ماما. راحت ترضي، قال لها ما اناش واخدها، ومسكها ضربها وين على ابوك وشتمها شتايم شين. ردت عليه الشتيمه ليه؟ عشان 300 جنيه وعشان ردت عليه الشتمه، عشان نعلها ابوها وهي ردت عليه. ليه بقى هو بقى من مين عشان هو يشتم وياخد ويضرب ومش عايز حد ياخد حقه؟ البلوزه كانت واسعه على بنتها يعني. ايوه ما عجبتش بنتها اللي واقفه دي. ادي بنتها كده جنب بنتها هنا كده، ادي بنتها هي وبنتي عندها 6 سنين في شارع مين؟ حسبي الله ونعم الوكيل فيهم يا رب. قلبي ما انحرق قلبهم زي ما حرقوا قلبي، يتيتم عيالهم زي ما يتموا بنتي، زي ما يتموا عيال بنت وبنتين غلابه ما لهمش حد في الدنيا، ما لهمش الا ربنا بقى. عيالها بقى حالهم ايه بعد؟ عيالهم حالهم، انا قاعده معاهم انت اللي بتراعيهم؟ ايوه انا اللي قاعده معاهم ومع ابوهم، ابوهم راجل غلبان لا حول ولا قوه وكانت بتساعد. لا معايا غيرها، معايا ايوه معايا غالي. ايوه بس بنتي قلبي من جوه كبد حرقاه، ينحرق قلبهم يا رب، يحرق قلبهم يا رب، يحرق قلبك يا محمد يا عمر يا حسب الله على اولادك عشان تدوق النار زي ما عملت ببتي وتحرضت على قتليه. يتلاقي اللي يظلم عيالك على الطريق وعلى السكة، يتلاقي اللي يلزم عيالك على الطريق وعلى السكه يا محمد يا عمر يا حسب الله. بحسبي الله ونعم الوكيل فيك، حسبي الله ونعم الوكيل فيك يا سيد يا عمر يا حسب الله. حرق قلبك عشان 300 جنيه. الواقعه اللي حصلت امتى يا حاج؟ في تاني يوم العيد الصغير اللي فات ده. اللي فات السنه اللي فات مش دي، السنه اللي قبلي بقى له سنه وشهر. عشان ايه؟ عرفت ازاي؟ عشان جالك وقال لك ال 300 جنيه كنت اديت له فوق ال 300 جنيه، كنت اديت له 1000 جنيه ما كانش جيت لبيتي. ده قلبي من جوه ده نايم، منهم لله منهم لله، حسبي الله ونعم الوكيل فيهم يا رب، حسبي الله ونعم الوكيل فيهم يا رب. عرفت ازاي بقى الخبر كده لما راحت ترجع؟ عرفت ان التليفونات رنت وطلعنا نجري لقيناها راكده، اخوها شالها وداها للمستشفى.